أن تذهب لعملك صباحا كل يوم أمر جيد جدا، والاستماع إلى الموسيقى وأنت ذاهب إلى العمل يجعلك أكثر نشاطا. لكن تخيل أن تستمع بشكل يومي لبودكاست يشارك فيه معلومات مفيدة وتجارب وقصص نجاح، أو حتى حوارات مع شخصيات فرضت نفسها، فهذا سينمي معارفك أكثر ويعلمك أشياء جديدة ستكون سببا في جعل حياتك أفضل. معكم نسيم البجوفي في بودكاست خاص، سنشارك من خلاله قصصا ربما لم تسمعها من قبل لشخصيات غيرت التاريخ. تابع حسابنا على سبوتيفاي نسيم بودكاست لتتوصل بكل جديد.